من أول العصور والإنسان بيبحث عن ظهورات خارقة الطبيعة تجلب له السعادة أو الحظ أو أي شيء بيسمح له يلقي نظرة على المستقبل ليكون متفوق. وبسياق هالمعتقدات تعتبر نبتة اللاكي بامبو أو اسمها العلمي دراسينيا ساندرينا واللي درجت مؤخراً بلبنان جالبة للحظ وتعرف باللغة العربية بخيزران الحظ، وخاصة إنها بتشبه قصب الخيزران إنما ما بترتبط ولا بأي شكل بفصيلته. ما في موطن محدد لهالنبتة، فهي بتتواجد بأماكن عديدة ومتفاوتة الارتفاعات، فممكن نلاقيها بآسيا، أمريكا الشمالية والجنوبية، وبالغابات الاستوائية المطرة. تختلف الأحجام اللي منشوفها فيها بالسوق، أما بموطنها الأصلي وبالأرض فممكن يوصل طولها ل 37 متر وعرضها ل 30 سنتيمتر، وتعتبر من أسرع النبات نمواً إذا بيوصل نموها لثلاث أقدام يومياً. من أي متى وصلت على لبنان؟ هل الناس بتعرفها بيشتروها فقط للزينة أم لإيمانهم بقدرتها على جلب الحظ؟ سوا منشوف. شتلة البامبو مش سامع فيها طبعا تقلك عنها يعني. مش سامع فيها. قصبة خيزران. أول مرة بسمع فيها. شتلة البامبو؟ ما عندي فكرة. قصب خشب. ما عنديش معلومات عنها أبدا. ما بعرف شيء. ما سمع فيها بعد. بيعملوا للكراسي بس. ها هي. بيعملوها كراسي، بيعملوها قصبة صايد. فيهم كمان ياكلوه بالصين بياكلوه. هي مثل قصبة بتيجي مبرومة أو هيك شيء، بتستعمل للزينة هيك حسب ما بعرف، وبالصين للحظ يعني. كيف منزرعها وكيف فينا نحافظ عليها؟ كمية الضوء أو الرطوبة اللي بتحتاجها، كلها تفاصيل منتعرف عليها بسياق الحلقة مع طلال، ولكن هالشي ما بيمنع نحكي عن شوية فوائد بتأكيد تعلق الناس فيها وأبرزها. استخدام توماس أديسون لشعيرات البامبو لصنع المصباح، صنع السلال، استخدام سكان المناطق الاستوائية لها كمادة أساسية بصنع المنازل إذ أثبتت ديانة وصمودة قدام الزلازل، ومكافحتها لتعرية التربة. أما اللي كتار منكم ناطرين يسمعوا عن جلبها للحظ، فبيعتقد البعض أنه تستعمل عند بعض القبائل لصنع تعويذات ويرتبط مفعولها بعدد الأغصان. فمثلاً اقتناء غصنين من البامبو هو رمز لجلب الحظ بالحب، اقتناء ثلاثة لجلب الثروة، خمس أغصان هن من أجل الحظ بالصحة، أما اقتناء وعاء بيحمل 8 أو 9 غصون فهو لجلب السعادة. وهون نصيحة منا لكل اللي بده يوصل رسالة من خلال هالنبتة أو يعبر عن مشاعر معينة، منقول من عدد أصباتك منعرف أمنياتك.